انا جيت سان طيبين، عيد سعيد. معاكم سان سعيد. فيديو النهارده بيتكلم عن مشتريات العيد. تمام، انا شاريه شويه حاجات وعامله شويه حاجات، فانا جمعت كل الحاجات دي في فيديو واحد علشان يعني لو انت عايزه تشتري تشتري وعايزه تعملي تعملي. يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. تمام، اول حاجه معايا هي الفازه دي. دي فازه، كل اللي عليك انت عشان تعمليها هتجيبي ابره مقاس زيرو، ابره كروشيه مقاس زيرو، وهتجيبي خيط قطن اي لون انت عايزاه، انا بحب لون البيج، وهتجيبي اي علبه صفيح، علبه لبن، علبه صلصه، اي علبه صفيح. تمام، وحطيت الغطا بتاع العلبه من تحت علشان ما تخربش الحاجه اللي انا هحطها عليها. بدات اعمل الفازه دي كروشيه خطوه خطوه. لو انت بتعرفيش تعملي كروشيه خالص، خشي على اليوتيوب واكتبي تعليم من الكروشيه للمبتدئين، هيجيلك فيديوهات كتيره جدا، اختاري واحده انت بتفهمي منها عشان في ناس كتيره بتفهم. فهتتعلمي الكروشيه وانا جايبه لكم خطوات كده بسيطه برده علشان ممكن تفهمي مني او حاجه. وعملت بالمنظر ده، طبعا لسه هعمل له الديكور، بس مش بالفيديو ده عشان الفيديو ده يبقى طويل، لسه هعمل الديكور فيه. تمام، اهي، ايه رايكم؟ وبعد كده جبت الورد ده انا اشتريته، حسيت ان هو يعني جاي على طبيعي شويه، فحبيت ان انا اشتري اللون ده، فيه منه الوان كتير قوي، هو منتشر فهتلاقيه في اي مكان. وبعد كده جبت برده العلبه الصفيح دي اهي، رحت عملتها بسبراي، بس برضو هوضح لكم في الصوره كنت عاملاه بسبراي، بس السبراي ما كانش عاجبني قوي، اللون ذات نفسه حساه مش الذهب اللي انا بحبه. انا جبت السبراي ده، السبراي ده بقى حلو، انا لسه مجربتهوش بس هو حلو. تمام، يعني انا جربته عند الراجل كده، اديت رشه بسيطه كده، لقيت الذهب اللي هو ازاي الحلو ده، بس لسه هعمل بيه ديكورات. دي كانت عندي قديمه بس حبيت اوريكم الفكره، وممكن تعمليها وتحطيها في اي حته، تحطي عليها زرع اللي هو الزرع الاخضر ده يبقى شكلها عسول، او ممكن برضو تعملي عليها جليتر من هنا، ممكن يعني تعمليها مثلا اسود على ذهبي، يعني تشوفي انت ذوقك هيبقى عامل ازاي وتعمليها. طبعا عملته امبارح، بصوا بينزل ازاي. عملت امبارح بالليل طبقه، وصحيت الصبح عملت طبقه تاني بالسبريه. البسبريه ده بقى مش عايزه اقول لكم هو وحش قد ايه. لو لقيتوا الماركه دي رحتوا تشتروا والراجل اداكوا ده، قول لهم لا انا مش عايزه ده. تمام، انا بدور على نوع تاني احسن. ده وحش جدا ولونه وحش، وكمان يعني بصوا بقعد احط طبقات كتير علشان يثبت، وعلشان كمان يدي لون ذهبي. اصلا ده بحس ان اللون الذهبي بتاعه كمان وحش جدا، لو لقيتيه ما تجيبوش، وحش على الاخر. اهو بصي، اعملي شوت سكرين مش عشان تجيبيه، لا اعملي شوت سكرين عشان تقولي انا هبعد عنه. برضو دي داخله معايا في الريسايكل، دي انا كنت جايبه عصيان شيش طاووق وورق عادي اهو، عملت بيهم ورد، طبعا عرفتها من عن طريق اليوتيوب، ودي كانت ازازه شوبس فاضيه فقلت اسلي نفسي واعملها، بس والله شكلها حلو. بصوا اهي شكلها حلو، شايفين؟ نيجي بقى على انا اشتريته. انا اشتريت البونبونيره دي المقاس الصغير بتاعها، حاطه فيها بونبوني لسه، يعني الدنيا ما اتظبطتش قوي، بس انا قلت هجرب هتاخد قد ايه، فهي خدت كده، ممكن تملاها للاخر وتحطيها عادي. تمام، تتفتح وتتقفل. دي كانت تمنها 65 جنيه، ودي العلبه بتاعتها اهي، علشان لو انت عايزه تشتريها يبقى انت عارفه عارفة يعني العلبة بتاعتها. تمام، مكتوب عليها ميدين تركي، شايفين؟ فهي 65 جنيه. تمام، وبعد كده جبت المقاس الكبير منها اهي، بس تحس ان الازاز بتاعها يعني في زغرفة كده، طلعت جديدة فملقتش منها سادة، فجبت المزغرف ده، في نوعين مزغرف شكلين، فجبت الشكل ده. الكبيرة بتاعتها كانت ب85 جنيه، ولسه هعمل بيها ديكور. تمام، اهي الكبيره اهي، طبعا هو بيتحط فيها شمعة، بس انا مش بتاعت شموع يعني، انا هحط فيها حاجه تانية خالص هتشوفوا دلوقتي.
هتشوفه يعني اهي، انا بتاعت الحاجات دي، لكن دي ما اعتقدش يعني. هجيلكوا بقى على الفازه دي، انا عملتها برضو ريسايكل. دي كانت ازازه كاتشب كبيره، عجبتني ان هي فيها التمويجه دي، رحت جبت سبراي ذهبي، بس برضو السبراي ما كانش عاجبني قوي، دي قديمه جدا بس قلت اوريكم فكرتها. وجبت الزرعه دي، كانت شجره عندي قديمه كده، قعدت اقطع فيها ووزعت بقى ايه الشجره دي على فازات كتير. تمام اهي، ما كلفتنيش 15 جنيه. وبعد كده بقى جيت على دي، دي كانت ازازه برطمان مخلل كبير، اللي هو الاتنين، اللي هو 2 كيلو باين، لا 2 كيلو 500 جرام، اللي هو نص كيلو يعني. المهم رحت انا جيت دهنت برضه، رشيت سبراي على الغطا ورزقت الاسد ده ورشيته، وبقيت استخدمها واحط فيها قطن. عمليه قوي، بقالها عندي سنه اعتقد، عمليه جدا وما حصلهاش حاجه، ممكن بس اجددها بالسبراي الجديد ده علشان تبقى لونها زاهي اكتر، بس الفكره دي عجبتني قوي. وعامله بقى برطمانات باحجام مختلفه. انا كنت شاريه الحاجات دي قبل كده، بس حبيت اوريها لكم عشان انا دلوقتي المفروض ان انا هعمل بقى الديكور واشوفها ايه اللي هيليق على ايه والافكار ايه. دي كنت جايباها من ايكيا، كانت في حدود 50 جنيه، وكنت جايبه المفرش ده كمان كان في حدود 150 جنيه. تمام اهو، لسه برضو هحطه دلوقتي، بس قلت اجمعها لكم كلهم في فيديو واحد عشان تبقى ايه عارفين المشتريات بتاعت العيد كلها اللي انا كنت شارياها. ودي اهي تمام، دي صينيه هي صغيره، بصوا كده مقاسها كده، المفروض ان هي بتاعت شموع، بس برضو انا مش هستخدمها للشموع، الشمع هحطها في اي حاجه يعني. تمام، بصوا هو انا كنت على طول، تمام انا كده مفروض ان انا كل عيد بحوش الفلوس وبجيب حاجات للمطبخ عشان اجدد المطبخ، بس حسيت ان انا العيد ده انا عايزه اجدد الصاله او احط اي تاتش في الصاله، اللي انا بقالي كتير مهمله يعني مش بفكر فيه، ففكرت ان انا اشتري الحاجات دي كلها للصاله، وعملت كمان ريسايكل لحاجات علشان يعني حسيت ان الصاله هي اللي محتاجه ان انا اجددها. يا رب يكون عجبك الفيديو، وتابعيني الفيديو الجاي علشان انا هبدا اعمل الديكورات دي كلها، وتشوفوا الافكار كلها اللي انا هعملها، وكمان دي هعمل لها فكره تانية غير كده خالص، اكيد مش هحطها كده، لو حطيتها كده هتبقى عار اصلا، لسه هعمل لها حاجه تانية تبقى حلوه ان شاء الله يعني. تابعوني الفيديو الجاي ضروري، وكل سنه طيبين، ولو عجبك الفيديو دوسي لايك ودوسي اشتراك، اهلا بيكي، وباي باي.